ايضا شيء يعتبر من ضمن الاشياء المهمه جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه هو الاستعداد لمباراه اطلع بره. المباراه خلاص بنسبه 99.9 النادي الاهلي صعد يعني باذن الله، يعني مش عايز اقلل من قيمه المباراه، لكن المباراه حسابيا انت خلاص الافضليه ليك انك تتاهل للدور الثاني، دور ال 32 من هذه البطوله، بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي هي الهدف الاساسي بالنسبه لكل الجماهير في النادي، كل جماهير النادي الاهلي وبالنسبه للمسؤولين كمان في النادي الاهلي. فبالتالي المباراه مهمه جدا، الاستعداد ليها قوي. هتقولي طب مهمه ليه؟ ما احنا حسابيا خلاص الموضوع سهل. لا، مهمه لان هي جايه بعد اخفاق في بطوله كاس مصر، فعايز تستعيد المعنويات المرتفعه، عايز تستعيد الثقه عند اللاعبين، عايز كمان تجرب بعض العناصر سواء الجديده اللي تم ضمها للنادي الاهلي او العناصر اللي ما كانتش بتاخد فرصه خلال الفتره اللي فاتت مع مستر لاسارتي. فبالتالي من هنا جايه اهميه هذه المباراه اللي بيستعد ليها النادي الاهلي بمنتهى القوه. النهارده المران الرئيسي بالنسبه للفريق في استاد مختار التتش، وبكره هيكون في مران اخر بعد السفر على طول مباشره لمقر الاقامه الخاص بالنادي الاهلي في برج العرب، ويستعد الفريق في خلال 24 ساعه من خلال بعض المحاضرات اكيد سواء النفسيه او الفنيه لجعل اللاعبين كلهم في شكل لائق فنيا وذهنيا لهذه المباراه. وبالتالي ان شاء الله المباراه هتكون بعد بكره يوم الجمعه باذن الله في استاد الجيش ببرج العرب. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي للكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق في هذه المباراه، ونشوف باذن الله اداء جيد ونشوف جوانب فنيه مميزه واهداف كمان تكون مهمه للفريق خلال هذه المباراه.